أصلي كل ليلة بعد العشاء ركعتين، أهب ثوابهما للمرحوم والدي ووالدتي، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ أفيدونا مشكورين. أما بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما فهذا شيء مطلوب من المسلم وهو من أفضل الأعمال، ولكن الصلاة عن الميت لا تفعل، وإنما الذي ينبغي أن تفعله عن والديك الميتين الصدقة، صدقة عنهما والدعاء والاستغفار لهما. فإذا صليت فإنك تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، تستغفر لهما، ترحم عليهما، هذا هو المشروع. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الذي ينبغي لك مع والديك الميتين الدعاء لهما والتصدق عنهما والحج عنهما إذا أمكن، هذه كلها أعمال يصل ثوابها إليهما إن شاء الله. أما الصلاة إنه لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة. نعم.